السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا البنات. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. ان شاء الله فيديو اليوم يكون عبارة كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو، نطيبو مسمن، نحضوه مسمن بطريقة سهلة وبسيطة وناجح 100%. غادي نديروه نعمروه بالفخوماج غابي كما كتشوفوا معايا هنايا، كيجي اكثر من رائع ومذاق زوين وبنين وطريقة ناجحة 100%. المهم بقاو معايا، تبعوا معايا الطريقة والوصفة ونتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كيجي زوين وخفيف، كيجي مورق، وخصوصا بهاد الفخوماج غابي ولا الفخوماج محكوك كيجي اكثر من رائع. على بركة الله غادي نبداو الوصفة ديالنا. عندنا هنا في المقادير هنايا عندي دقيق الفينو، تقريبا 250 غرام تاع دقيق الفينو، وعندي هنايا تقريبا واحد 300 غرام تاع الفارينة، وعندي شوية د الملح، والماء شوية دافي، وخمارة تاع الحلويات واحد المعلقة، سمعيقة كبيرة. وهنايا عندي نفتح العجانة، هم تقدروا تعجنوا بيديكم كل واحد والاختيار ديالو. غادي نخلطوا جميع المقادير ونخليهم يندلكوا مزيان مزيان، ومن بعد مهم طريقة المسلم الأغلبية كيعرفها. نخلط جميع المقادير كما كتشوفوا معايا في الفيديو، شوية الملح وشوية مهم كان لي يضيف شوية السكر سنيدة، كل واحد ندفت سنة هنا واحد معلقة تاع السكر سنيده خلطها مع الملح، وخماره تاع الحلويات. هنا راه عندي ماشي كاع قابسه، يعني كان سبق لي حل استعملتها، فيها واحد تقريبا واحد معلقه صغيره، والماء دافي. هادو هما المكونات. المهم هنايا من بعد ما تعجن مزيان وندلكت العجينه ديالنا، عندي هنا شويه الزيت، وما نشارك معكم جميع الطرق ولا نتاع تحضير المسمن. غادي نشكل هنا واحد كويرات صغيره تاع المسمن، المهم ضروري ندلك مزيان باش يعطينا مسمن يكون مورق وهشيش في نفس الوقت. انا كنشكل هنايا كويرات صغيرين، ما عادش نديرهم كبار كبار، المهم كل واحد والاختيار ديالو. تقدر ديرهم هو ديرك، اللي بغى يديرهم كبار يقدر يديرهم كبار، اللي يقدر يديرهم صغار، كل واحد متوسطين، كل واحد يعني كيف يفضلهم. غادي ندير هاد الكويرات الصغيرين كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نخليهم واحد المده، شحال ما خليتهم مزيان، شحال ما يعني المسمن ديالنا يطوع مزيان، يعني كيجي مليح، كيعطينا الطوع كما نقولوا، والطريقه تجي زينه ديالو. انا كنخليهم كنحضرهم هكا تقريبا في الصباح ولا، وكنخليه نخدم سواء يعني ندير خدم الشغالات تاع الدار، ومن بعد عاد نحضرو. شحال ما خليته كنخليه ساعه جوج سوايع شحال ما معليش، يعني راه ما كيضيع ما والو، كيبقى هكاك. وعادي نستمر هاد الطريقه، ومن بعد يعني من بعد ما يفوت داك الوقت تاع اللي خليته هنا، غادي نغطيه بالبلاستيك ونخليه له الوقت الكافي، وعادي نمرو باش نحضرو المسمنات ديالنا بعد ما عاد يطوعولنا. كيجي زوين بزاف خصوصا بهاد الفخوماج غابي. في حقيقة مرة كنعمر المسمن، ماشي ما عمرش، ولكن اول مرة عمرتو بالفخوماج، جا زوين بزاف اكثر من رائع، كيجي بنين ويعطي واحد النسمة لداخل رائعة. نتمنى تجربوها البنات، كيجي مذاق جديد ومختلف. هنا من بعد ما طاع المسمن غادي نمر باش نحضروا. هنا عندي فخوماج غابي كما كتشوفوا معايا، شويه الزيت والزبده اللي غادي نخلطهم مع بعضهم بعض، وغادي نورقوا المسمن. هاد الطريقه تاع التوراق كيجي اكثر من رائع. غادي نضيف شويه الزيت عاود فوق مالك الزبده عندي دايبه، وغادي نمروا للتوراق. هادي البلاستيك كنلصق لهنا شويه د العجين، وهم غادي نورقو هكا كما كتشوفوا معايا بالفيديو، سرحوه مزيان. انا كنسرحو بهاد الطريقه، وحتى الطويه كنديرها بهاد الطريقه.
وكل طريقة كان ندهنها ديك الخليط اللي عندي تاع الزبدة والزيت. المهم هنايا خصني ندير فخوماج، كندير فيها الطويه هنا هنايا. المهم كمية اللي بغيتو تقدروا ديروا كتر، تقدروا ديروا الفخوماج غابي شحال ما بغيتو. ومن بعد ما كيطيب كيجي فيه دايب، وكيجي فيه حتى واحد المذاق زوين بزاف، يعني كيكون هكا يعني نحضروه هكا للفطور الصباح ولا الكوتي ولا المهم. كنديرها الطويه هنايا، كيجي مورق لداخل، كيجي فيه بزاف توريقات لداخل. وغادي ندير هنا شويه هنايا بالدقيق، وغادي نستمر على هذه الطريقه حتى نحضروا جميع المسمنات اللي عندنا. غادي نخليه هنايا حتى نورق جميع المسمنات اللي عندي، ومن بعد غادي نمروا باش نطيبوهم. あなたとの日々
البنات هنايا من بعد ما المهم سرحنا المسمن ديالنا وعمرناه هنايا كما كنتو شفتو معايا الفيديو، مخليتكم مع لقطات واغلبيه صورتهم في الفيديو. هذا هو المسمن ديالنا، نتلاقاو بعد طريقه التقديم. المهم المسمن ديالنا ها هو موجود البنات كما كنتو شفتو معايا هنا بالفيديو، كيجي مورق ومحمر مع بلادتي الكوتي. ونتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساونيش بلايك وتعليق تشجيع القناة. الأول مرة يدخل الفيديو مرحبا به، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. ونتمنى لكم أمسية سعيدة إن شاء الله على هذا الطبق، ونتمنى لكم تجربوه هنا الإعجاب ديالكم. كما شفتوا هنا في الفيديو معايا حليت هذه المسمنة كتجي مورقة أكثر مرة رائعة، وشي وحدين عمرتهم شي وحدين ما عمرتهمش، هذه اللي حليتها معكم ماشي معمرة. واتمنى لكم تكون لهذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم ولعجبكم، بارطاجي مع الاهل والاصدقاء، والى اللقاء وصفة اخرى ان شاء الله. نتمنى الفيديو يلقاكم وانتم في احسن الاحوال.